دوي بس اللي ربنا كرمنا طلعنا انا 12 يا احنا مش هنستنى بقى لما يموت الترم بتطلع ويانا في الاوضه اللي احنا كنا فيها كل واحد كل عيد لازم تخش وتستنى يا دوي تخرج دايما سكتني جوه بص نار عايزه بقى خمس بال بقولنا من الزباله وعيين وعيالنا عيه والفران كالون تمام بيعضوا العيال الصغيره الواحد مش طايق الريحه هنا خالص صراحه يعني الزباله كلها زباله كتير قول لي بقى انك كم صور كم مره كم سنه كم صوروا كم مره مصر دلوقتي احنا بنتكلم بالنسبه للمصرف بتاعنا ده او الميزانيه بتاعته ما كانت جايه 300 متر فخدوا ال 300 متر خدوهم الجنب الثاني قال ايه عشان خاطر محطه سجين محطه البلد لما الثاني واللي يموت يموت هنا واللي يغرق يغرق يعني فيها يلا انا بيت اهوت لما الثاني اللي هو في البلكونه بالصدفه لقيت ابني بيقول لي الحق يا بابا عيلين اتنين راكبين عجله صغيره وراحوا جايين نازلين في قلب المصرف نزلت من البلكونه جاري انكسرت العلبة هدومي ما ينفعش الكلام ده فين المسؤولين يا جدعان ولا هي كوسه وخلاص 300 متر كانوا جايين 150 هنا و150 من هنا خدوهم عشان خاطر المحطه بتاعه البلد والعالم هنا ميته زباله زي ما انتم شايفين المصرف ده كان داخل المايه بتاعته كانت داخله البيوت رحنا الري وقلنا يا جدعان المايه داخله البيوت ودخل البيوت قال لك تبع المحله المحله رحنا المحله رحنا طنطا وعشان خاطر ايه الكراكه جت شالت شويه الزباله دول راحوا جايين رامينهم هنا والوحده المحليه قال تيجي تشيلوا الصبح فين الوحده المحليه اللي تشيلوا الصبح فين الوحده المحليه الكراكه دي انتوا اللي كنتوا جايبينها ولا مين لا هو الري اللي بعتنها الحكومه اللي بعتها وقال لنا بنقول شيلوا الزباله يا جدعان ديت قال لك اللي دول الوحده المحليه اللي هم اللي يجي يشيلوا يا فين الوحده المحليه انا ما شفتش حد خالص طب هي بقى لها كام يوم متسالة كده دلوقتي بقى لها اسبوعين اتنين مرميه على نفس الوضع ده اسبوعين اتنين متسالة كده لنفس يا جدعان احنا بنغرق يا جدعان يا جدعان ولادنا بيموتوا ولا حد بيسال علينا ولا بيعملوا اي حاجه خالص تعابين والفيران ده غير الحشرات بقى غير الحشرات غير الحشرات اللي بيخش البيوت التعابين والفيران والكلام ده ولما ما فيش واحد مسؤول عندنا هنا بيدور ولا حد بيدور علينا ولا حد السجين ديت بصراحه مدفونه هي فيها ناس كويسه اه بس مدفونه ما حدش بيدور ولا حد بيسال كل واحد بيقول لك يلا مصلحته ده اللي انا اشوفه في البلد ديت كل واحد بيقول لك يلا مصلحته يلا ان هو يبقى دور على كرسي يلا ان هو يدور على اي حاجه تنفعه